حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا وسهلا مجددا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الوسم وفقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. قبل لا أبدأ بمواضيعنا وفقراتنا، طبعا نهنئ العالم الإسلامي والأمة العربية جمعاء بمناسبة عيد الغدير الأكبر. إن شاء الله الثبات على الولاية، ولاية علي بن أبي طالب شفيعنا عند رب العالمين، قسيم الجنة والنار إن شاء الله. احتفالات وكل الأمة الإسلامية والعربية وشيعة أمير المؤمنين، إن شاء الله الثبات على الولاية لكل السادة المشاهدين اللي يشاهدونه. نرجع إلى موضوعنا وتفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، وموضوعنا الأول في هذه الفقرة، موضوعنا الأول هو يتحدث عن الدولار والدينار. سبق وأن أعلنت الحكومة العراقية بشكل رسمي عدم التعامل بالعملة الأجنبية اللي هي الدولار، والتعامل يكون في العملة العراقية في الدينار العراقي. وبالفعل أكو ناس وشركات ومحال تجارية التزمت بهذا القرار وقامت تتعامل بالعملة المحلية الدينار العراقي. اليوم انت اذا ما تنصر عملتك المحلية فانت ما بيك خير، ولكن بنفس الوقت اكو شركات ومحال تجارية اخرى بعدها تتعامل بهذه العملة اللي هي الدولار. زين، البنك المركزي قرر سعر الصرف الدولار بسعر معين 132,000 او 131,000. زين، وانتو بعدكم تبيعون الدولار على 148 و149. زين، هاي بحد ذاتها هاي جريمة تعتبر، لان انت خلاص صار قرار حكومي رسمي. زين، بنفس الوقت قالوا لك يابا لا تتعامل بالدولار، انت جاي تتعامل بالدولار. لذلك وزارة الداخلية نفذت اوامر قبض وعقوبات بحق 50 شركة ما ملتزمة بالبيع بالدينار. 50 شركة ما ملتزمة بالبيع. أضف إلى ذلك البعض من الأخوة والمواطنين بالمحافظات يقولون يابا القرار ليش بس ببغداد جاي يلقون القبض على الشركات وأصحاب الشركات والمحال التجارية، إحنا لازم يكون عندنا رادع بالمحافظات، إحنا جاي نعاني من هذا الموضوع. أيضا مو كل الشركات اللي جاي تلتزم بهذا الموضوع. هو موضوع شائك يا أخي، أنت أبو محل، أنت تاجر، أنت أبو معرض، أنت أبو شركة، تعامل بعملتك الرسمية. مو أنت جاي تشتري الدولار بسعر مناسب، جاي تبيع لك يا الدولة بسعر 132,000، ليش أنت تجبر المواطنين؟ هذا جشع، طمع، هذا طمع. أكو ناس علاجها ممكن علاجها جاي تشتري بهاي الأسعار، ليش ليش أنتوا ليش؟ مذاخر والله ما يتعامل، أدوية صيدليات والله ما يتعامل إلا ليش؟ شنو السبب؟ شركات للسيارات همينا والله إلا الدولار. لا، ويجون عليهم يحققون وياهم، لا والله إحنا نبيع بالدينار. زين، إحنا جاي نشوف الجولات اللي جاي تصير من قبل الأمن الوطني، الأمن الاقتصادي، وزارة الداخلية ما مقصرة بهذا الموضوع للأمانة أحكي، بس أكو بعد ناس ما ملتزمة. وايضا احنا نطلب من المواطن، انت ايضا لازم تتعاون ويانا، تتعاون ويا الدوله، الجهات اللي قررت انه تبيع لك بالدولار او الصيرفات اللي ما تصرف لك بسعر البنك المركزي، انت تقدر تبلغ عليهم، تقدر تبلغ، موجوده الارقام والشكاوي. وانتوا يا تجارنا يعني ترى والله ما ادري، انتوا تجار الازمات، انتوا صار لكم 20 سنه اكثر تتاجرون بالناس، انت تاجر للازمه، تصير ازمه انت قمت التاجر فقط، هذا اللي جاي تسوي، انت تعتاج على الازمات. مع العلم انه انت ربحان بالحالتين، اذا بعت بالسعر الرسمي انت ربحان وخير من الله. زين، لان جاي تاخذه باقل من الدوله، بس بنفس الوقت انت جاي تبيعه بسعر اغلى حتى تربح الضعف 3 مرات. يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا موضوع يعني جدا شائك، هواي مواطنين يعانون من هذا الموضوع، يا سالفة الدولار يا سالفة الدينار، فهي هنا المشكلة. أيضا
احنا للحديث اكثر عن هذا الموضوع عندنا اتصال من المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة. اهلا وسهلا بك سيادة اللواء، ضيف عزيز على قناة الايام الفضائية. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والى جمهورنا الكريم. سيادة اللواء، بالبداية اني اشكركم واشد على ايديكم بالقاء القبض على اكثر من 50 شركة ما ملتزمة بالقانون والقرار اللي وضعته الحكومة العراقية، وبنفس الوقت اريدك تحكي لي عن هذا الموضوع اكثر، واوصل لك مناشدات للمواطنين من باقي المحافظات يقولون يابا انه ليش فقط ببغداد لازم تجون للمحافظات اكو ناس ما ملتزمين. تفضل سيادة اللواء. نعم، هو الحقيقة يعني للأسف كثير من الظواهر المجتمعية اللي أصبحت مضرة بالمجتمع، يعني واحدة منها قضية الاقتصادية، قضية التعامل بالعملات الأجنبية غير الدينار العراقي. كل بلد بالعالم يتعامل بالعملة الوطنية، يعني فقط البلاد اللي هي تشهد نكبة اقتصادية أو تشهد مشاكل اقتصادية تتعامل بالعملات الأخرى. في وقت من الأوقات وفي ظروف مرت بالعراق، نعم كانت هنالك مبررات لأن يتعامل في المحلات البسيطة وفي الأسواق يتعاملون بالدولار وغيرها، لكن الآن لا توجد مبررات، خاصة اليوم الدينار العراقي أثبت قوة وأثبت أنه يعني فيه ثبات، وكثير من التجار طواعية بدأوا يتمسكون بالدينار العراقي. لذلك باعتبار القضية هي بالأساس مخالفة قانونية، يعني اليوم من يحتاج العملة غير العراقية، العملة الأجنبية، فقط المستوردين الذين يجلبون المواد من خارج العراق هم فقط من يحتاجون الدولار أو غيرها من العملات. وهنالك آلية وضعها البنك المركزي العراقي والحكومة للحصول على هذه المبالغ من الحكومة وبشكل حسب السياقات وحسب السعر الثابت. زين سيادة اللواء، احنا هسه اذا تشوف التعليقات، احنا من ناخذ موضوع بالعادة ناخذ الموضوع وتفاصيله وايضا تعليقات ومناشدات المواطنين. انا اليوم بالتعليقات المواطنين يناشدون يابا احنا بالمحافظة الفلانية، احنا بفلان محافظة ماكو رقابة على هاي الشركات ولا على اصحاب المحال التجارية. أنا بدي أعرف من خلالك أكو توجه على باقي المحافظات مو فقط بغداد؟ نعم، هو ارتأت وزارة الداخلية أن تكون هنالك حملة تشمل كل المفاصل، المتاجر، حملة تثقيف توعية، لأنه اليوم احنا إذا نريد نطبق القانون نأمل أن يكون التطبيق فيه نسبة من الطواعية، يعني لما يكون القوانين تنفذ بشكل طوعي ومن خلال قناعة للمواطن. اليوم كل مواطن له حقوق وبنفس الوقت عليه واجبات. الواجبات هي أن يلتزم بالقوانين، أن يشجع القوانين اللي تحمي بلده، تحمي الاقتصاد بلده. لذلك الداخلية هذه الفترة قامت بحملات بغداد وفي المحافظات، وأخذت تعهدات من التجار والذين يعني البيع المواد وغيرها. الآن بدأت وزارة الداخلية تحولت للاتجاه الثاني، وهو محاسبة الأشخاص اللي يبيعون بالعملات يعني الأجنبية. زين. وهذا الأمر يشمل حتى المحافظات. زين سيادة اللواء، أكو بعض الشركات مثلا من تروح له يقول لك أوكي أنا أتعامل وياك، بس يحسب لك بالعراقي على سعر الدولار اللي هو 149، ما يحسبه على سعر البنك المركزي، وهو فلوسه جايبه من البنك المركزي، يعني هو مشتري. فهذا شلون نحد يعني من 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 هذا الموضوع، وشنو محاسبته هذا الشخص؟ يعني عنده الأجهزة الكهربائية، معارض السيارات، كثير من هاي المواضيع. نعم، هو الحقيقة الأصل احنا فقط نمنع التعامل بالدولار. زين. أما بالنسبة للأسعار، هنالك السوق العراقية سوق مفتوح. زين. من يبيع الأفضل والأرخص هو من يربح بالتالي، هو هذا مبدأ السوق. صحيح. التاجر اللي يبيع مثلا كيلو تمن بألف اللي يبيعه بألف ونص، هو الناس تروح تشتري من اللي يبيع الألف، وهكذا هو هذا الأصل. هنالك العديد من المستوردين وهنالك تجار كثيرين، من يقدم السلعة الأفضل واللي تحمل جودة أعلى بسعر أقل هو من
تصعد يعني الإقبال يكون عليه. هنا يجي دور المواطن هو يبحث عن الأفضل. نعم أقول لك هنا يجي دور المواطن هو المفروض يبحث عن الأفضل حتى يشتري من عنده. بالضبط بالضبط. يعني النظام العراقي لا توجد وزارة سعر، يعني لا وزارة تجارة خلوا التسعيرة ولا الزراعة ولا أي مؤسسة حكومية. العراق موضوع العراق سوق مفتوح، يعني بإمكان أي شخص يروح يستورد ما يشاء ويجي بعد ما يؤدي يعني حسب السياقات وحسب التعليمات والقضايا الجمركية ويبيع بكيفه. لكن يبقى شنو هنا مبدأ التنافس، البعض يربح ألف دينار، البعض يربح دينار، يعني يخلي هامش ربح وهكذا. اليوم السوق هي مفتوح والتنافس حسب النوع وحسب السعر. بالفعل سيادة اللواء أنا ما أريد أطيل عليك أكثر، بس أريد آخر شيء توضح لي إيش قد ممكن العقوبة اللي راح يتلقاها صاحب الشركة أو المحال التجارية اللي تلقون القبض عليه اللي هو مخالف هذا السعر، يعني مثلا عقوبة يعني بالسجن أو الغرامة وإيش قد مدتها؟ يبقى تحديد العقوبة بيد القضاء، يعني هنالك هامش للقاضي والقاضي إلى حرية الحكم على درجة خطورة الفعل، يعني فعل عن فعل يختلف درجة الخطورة، مقدار التهديد اللي يشكله للاقتصاد وهكذا. تمام تمام. طبعا احنا نشكرك الشكر الجزيل سيادة اللواء خالد المحنى المتحدث باسم وزارة الداخلية، وايضا نشكركم على جهودكم الفعالة في هذا الموضوع. شكرا جزيلا سيادة اللواء. طبعا مثل ما شفتم مشاهدين الكرام هو هذا كان بعض التوضيحات طبعا اللي هي تخص موضوع الدولار والدينار وايضا تفاصيل كثيرة. مثل ما تعرفون انه احنا اليوم بأمس الحاجة لناس تخدم البلد وناس توقف ويا البلد ما تعتاج على الأزمات وتحاول أنه تضايق المواطن الكريم. يا هاي الرسالة مفتوحة إلى التجار وأصحاب الشركات، الأجهزة الكهربائية، المعارض، السيارات، غير هالمواد الغذائية. الله سبحانه وتعالى فوقانا وباكر عقبا نتحاسب، والحياة يعني قصيرة، يعني ايش قد تريد تعيش أنت؟ تعيش لك 100 سنة مثلا؟ أوكي بالنهاية راح تموت، بالنهاية راح حياتك، راح تفقد حياتك وراح تروح عند رب هو راح يحاسبك على اللي سويته بالمواطنين. اشتغل لآخرتك لا تشتغل الدنياك، انت تاجر وخير من الله عندك وعندك دنيا خير بيها، اشتغل لآخرتك شوية لا تأذي المواطن الفقير. هو المواطن ايش قد يريد يطلع راتبه؟ أغلى راتب ممكن هسه الرواتب المعتادة مثلا، أكو وزارات 1,000,000 دينار، وزارات 600,000، وزارات 800,000، وزارات 1,000,000 وشوية، أوكي مو مشكلة. أنت إذا المواطن راد يشتري له سبلت لازم يضحي براتب كامل، ما الشهر كامل لازم ما يعيش، هذا الشهر لازم ما يأكل ويشرب. أقل سبلت أو تبريد هسه تلقاه ب 800,000، أقل شيء ب 900,000، زين لازم يضحي براتب شهر كامل. فيلجأ المواطن إلى الأقساط وتجيب وودي ويتحمل عليه تكلفة أكثر، وفوقها السعر مال الدولار حضرة جنابك تريده ب 149. يا أخي دي كافي، مو يعني شوية شوية، الله الله بالناس، تعدكم خير من الله والله يزيدكم إن شاء الله، الله يزيدكم ويفتح عليكم من أوسع أبوابه. هو الله من ينطيك زايد غير أريدك تساعد الناس، تحس بمعاناة الناس ولو أنت شو تحس. أنا أشوف التعليقات. طبعا هذا هو الموضوع، تنفيذ أوامر قبض وعقوبات قانونية بحق 50 شركة لم تلتزم بالبيع بالدينار، والسرة جايكم كلكم. تعليقات المواطنين مثل ما وضحتها لسيادة اللواء قبل قليل، إنه أغلبهم يطالبون إنه على كل المحافظات وكل الشركات. أرشد يقول شكو قرار يطلع من الحكومة حاليا يتنفذ فقط في بغداد وباقي المحافظات كلها تايهة. يا أرشد حكينا بهذا الموضوع ويا سيادة اللواء، هو قال انه اكو تحرك على المحافظات. احمد يقول على ناس وناس، والله يا احمد بعد قدامك نقلنا الموضوع وان شاء الله تصير حلول. حسين يقول الحكومة عاجزة بسبب عدم فرض القانون بقوة وعقوبات حاسمة، لذلك انا سألت سيادة اللواء قلت له ايش قد العقوبات، قال القضاء يحددها. اتمنى القضاء يحدد عقوبات قاسية ورادعة بحق هذول المجرمين. ترى هو الاجرام مو بس واحد كتل واحد لو فجر، لا هذا إجرام، لأن قانون ماشي، الحكومة صدرت قانون، أنت جاي تخالف هذا القانون، إذا أنت أجرمت
وانت جاي تجرم بحق البشريه. ابو علي يقول احسن قرار شركات السياحه واهل المعارض واهل المجمعات الاهليه الا بالدولار. اما اخر تعليق من ابو حسن يقول داخت الناس هنا الكلام شيء وبالواقع شيء ثاني. انا اطلب منك يا ابو حسن من تروح تشتري شغله من احد من شركه، اذا قال لك ابيع لك بالدولار طلع تليفوني، رقم الشكاوى مال الامن الوطني لو الامن الاقتصادي موجود، حتى بالفيسبوك يخلوه، حتى بالفيسبوك موجود. طب خبر يا ابو سلام عليكم فلان محل هذا عنوانه طبيت اشتري من عنده قال لي بالدولار، انا بدي اقدم شكوى عليه، ممكن راح يجوك ترى، راح يجون ويلقون القبض عليه. قال لك انا ابيع لك بالسعر مال ال 149، خابر خابر. هنا يجي دوركم، واللي يبيع هيك يكون ما حد يشتري منه، يكون ما حد يتقرب له اصلا. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع من ابو حسن اللي هو يخص الدينار والدولار. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو موضوع ما أعرف يعني ما يصدر من النزاهة، فهو بالتأكيد هو قرار بعد خلاص وصار وفعل صار. يقول لك النزاهة ترصد أكو استغلال يصير بقناة الموهوبين. شلون؟ من متنفذين شو يسوون ذول المتنفذين؟ يضغطون عليهم حتى يقبلون أبنائهم رغم عدم أحقيتهم. يعني معدلاتهم ما تنفع، معدلاتهم يجوز تلقى 60 جوا 60 يريد يجيب ابنه بقناة الموهوبين. هذا الموضوع انت جبت ابنك هاي مال الموهوبين، هاي منها تطلع أطباء وتطلع ناس مهندسين وهذا، شا انت اذا ابنك مو زين معدله 60 مدرج قد وانت جايب لي بهذا زين راح يطلع يقول صار طبيب، هذا شو يصير؟ ينسى المقص جوه؟ ينسى الشفره جوه ويخيط؟ لو صار مهندس يبني العماره يوقعها؟ اكو 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 شغلات يعني ما ادري شنو. زين دول المتنفذين انا اطلب من النزاهه، انتوا اعلنتوا صفحتكم الرسميه عن هذا الموضوع، انا اطلب منكم بالمستقبل الكشف عن الاسماء، اسماء المتورطين بهذا الموضوع، اسماء الناس اللي تضغط تضغط بهذا الموضوع بهذا الاتجاه. اليوم العلم شيء مهم جدا لدى البشرية كلهم. خلينا نشوف الموضوع التفاصيل حتى تفهمون أكثر شنو كلامنا وشنو توضيحاتنا. النزاهة ترصد استغلال قناة الموهوبين من متنفذين والضغط لقبول أبنائهم رغم عدم أحقيتهم. علي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد يقول ومتى تكشفون هذه الأسماء؟ أم النزاهة تريد الشعب يكشفها؟ أليس دوركم فضح هؤلاء؟ بالفعل أنا أقول أن دورهم ممكن يفضحون هذول الأشخاص أيضا. كرار يقول هو صدق موهوب غير معدلة 60؟ أي صدق يعني معدلة 60 موهوب يعني هذا؟ أنت عندك عندك المعدلة 60 موهوب، لعد المعدلة 101 هذا شنو هذا؟ هذا خارق للطبيعة؟ رافد يقول ذول المتنفذين حاطين خشومهم كل شيء حتى المتعارك ويا مرتهم يتدخلون. يا والله صدق في يوم. اخر تعليق من مروان يقول حتى يتخرج طبيب ورا العمليه ينسى المقص ببطن المريض. والله يمكن يا مروان. هذا كان اخر تعليق بهذا الموضوع، وانا اطلب ايضا من الجهات المعنيه بالتدقيق والرقابه حول هذا الموضوع، لانه السبب اللي جاي يصير حاليا هو انه الناس عندها اطفال وطلاب موهوبين يدخلون بمعدلاتهم، يجيك واحد متنفذ خلي ابني هنا خلي ما ادري شنو هنا خلي ما ادري منو. هذا كان موضوعنا الثاني في هذه الفقره. موضوعنا الثالث اريد اسولف لكم بي، بس شلون افاتحكم ما ادري، منين اجيبها منين اوديها؟ اللي وراي طالع تعرفون انتم، هذا اكيد شايفي يعني البيت الابيض. البيت الابيض اللي هو بيت امريكا، امريكا البلد هذا اللطيف، امريكا البلد اللطيف اللي ما بيه اجرام ولا بيه لا بلد يخبل، امريكا يعني بلد يخبل ما شاء الله عليه. بالبيت الابيض شلاقين اللي هو هذا؟ شلاقين بالبيت الابيض؟ يعني هسه انت ايش تتوقع؟ ممكن سلاح تلقى حمايه عندهم سلاح، ممكن اوراق حكوميه مستندات، مكان الرئيس يعني اطفال يجوز تلقى ابن الرئيس اوكي يعني ايش تلقى بعد؟ ممكن تلقى سيارات
سيارات طبيعي، ممكن تلقى تخم مكتب زين، تلقى طيارة ممكن فوق البيت الأبيض، كل شيء تلقى يعني، تلقى تبريد أوكي هذا طبيعي، تلقى دولارات يبقون من الدول. بس مال تلقى كوكايين بالبيت الأبيض؟ كوكايين خاف طحين يعني، خاف جاي يسوون كيكة لو كليتشة، خاف جاي يسوون كليتشة مع العيد مثلا. كوكايين أنا أقول هذا بايدن كل ما طلع ذكر الحرب الروسية والأوكرانية وقال العراق، خويا شنو طلعت كوكايين؟ طلع طريقة كوكايين لو شنو اتفرت فهمني؟ لا والمصدر منين؟ خاف عبالكم من جيبي، واشنطن بوست، واشنطن بوست هي الصحيفة، هي خوبية الصحيفة مالتهم، تعتبر من أشهر الصحف بالعالم، وأعتقد هي رسمية يعني كل الناس تأخذ أخبار من عندها. بالبيت الأبيض كوكايين خوي، شفت دا دربكم هيك يقولوا لنا من البداية. زين من يأخذ هذا الكوكايين بالبيت الأبيض؟ خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وماذا ذكرت واشنطن بوست. هذا البيت الأبيض، هذا شوفوا زين زين، الكوكايين وين؟ بيا غرفة من هين، نريد نعرف نبوه مدري كم غرفة. يابا يقول لك واشنطن بوست العثور على مادة الكوكايين، طلع بلد الكوكايين، إذا هو الرئيس سيطلع ياخذ كوكايين، ايش تترجى منهم؟ في البيت الأبيض، والشكوك تحوم حول نجل بايدن. نجل بايدن انا ما انا اشك انه نجل بايدن، يعني هو بايدن، هو بايدن وتصرفاته مو طبيعيه، والقبل تصرفاته مو طبيعيه ترامب، يعني الظاهر هذا الكوكايين يعني مو مال ذبوها براس ابن لو 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 نجل لو ما ادري شنو، يا لجا استلم هذا المكان والمنصب تصرفاته مو طبيعيه، يعني بين قوسين يعني مخبل بالدارج، يعني كلمه مجنون يعني استحي اقولها عليهم، خبل بين قوسين. زين نتابع الموضوع والتفاصيل، يقول لك العثور على كوكايين في البيت الأبيض، كوكايين أهل الكوكايين طلعتوا. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الأطفاء في واشنطن حددت أن مسحوقا أبيض عثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتا، وهو مادة الكوكايين. يعني تو من الأحد الظاهر، من الأحد طالع ومكتمين عليه، بس همزين واشنطن بوست كشفته. وأكدت الخدمة السرية بالولايات المتحدة لرويترز العثور على مادة مجهولة أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق. طبعا علي من يعلقون على سخام الوجه، شو يقولون بايدن ياخذ كوكايين؟ ولك طلعت تاخذ كوكايين يا المعزة، طلعت تاخذ كوكايين. وقال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الالكتروني مساء يوم الاحد، اغلق مجمع البيت الابيض احترازيا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عثر عليها داخل منطقة عمل. انه وين منطقة عمل يعني؟ هاي يمكن جاي يسوون كوكايين جوا. وأضاف المتحدث إن المادة عثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض، ويضم الجناح الغربي المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمكتب البيضوي وغرفة اجتماعات ومنطقة المؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة. وين لاقي يا أخوي؟ لاقيها يم المكتب مال بايدن، بالله الـ 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 القسم الغربي اللي بيه المكتب مال بايدن والمؤتمرات والاجتماعات، طلع ياخذ كوكايين بايدن ما شاء الله. ولم يكن بايدن في البيت الأبيض عند العثور على المادة، ويعمل المئات في الجناح الغربي أو يمرون به بشكل منتظم. هذا كان موضوع الكوكايين في البيت الأبيض. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا بهاي الاجواء اللي اجواء الفرح والسرور اللي جاي نعيشها، اللي هي تجديد ولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب، انا راح اودعكم،
راح يلتقيكم الزميل ظفر علي من بغداد في تغطية مباشرة حول الأفراح ومناسبة عيد الغدير اللي هو عيد ثبات على الولاية. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله كل عيد غدير وإحنا ثابتين على ولاية أمير المؤمنين. نودعكم وراح يلتقي بكم ظفر بعد قليل. شكراً.